متابعين حلقتنا وبنيتشر لليوم بستقبل ماركوس هادو تنحكي أكثر عن أضرار النفايات على الحياة البحرية. أهلا وسهلا فيك. مرحبا. كله تمام؟ كله تمام. يعني لبنان بيعاني من هالمسألة من سنوات كثيرة، مش هيك؟ لبنان ما فينا نحكي، نحن نحكي عن وورلد وايد. يعني المشكلة مش بس عنا بلبنان، نحن لأنه بحرنا مسكر بطريقة ما مش عم نقدر، الزبالة عم تنحصر عنا، بس بالأتلانتيك بالهيدا بينفلتوا بالبحر أكثر من هيك. فبقى لبنان one of the cases. نحن مشكلته أكبر لأنه أنت عم تقول البحر المتوسط مسكر. وبده وقت كتير تيجدد حاله، مش هيك؟ مش رح يقدر يجدد حاله لأن الأبار الماي اللي عم بفوت عليه كتير قليلة تحضير يجدد حاله. ما عنا طيارات بتنظف، ما عنا شيء بيقدر يشيل على هالوسخ اللي عم بيقعد عنا. سو بدون كاب عم نحكي عن أي أنواع نفايات؟ عن النفايات الصلبة، نفايات المجرور، كل شيء، كل شيء بوليسيون إيكولوجيك، يعني إيزين، كل شيء تلوث من الشركات اللي بتنكب بالماي. هذا كله عنده تأثير دغري، حتى البرودوي تبع اللي بيستعملوه للزراعة هذا كله عم بيروح بالبحر هذا. طيب رح نحكي لكن بشكل عام وبكل أنحاء العالم عن هالتلوث يلي بيصيب البحار والمحيطات، ورح أتركك تبلش من النقطة. هلا نحن لنكون واضحين، نحن أكثر شيء تأثيرنا هو على الثروة السمكية والحياة السمكية. هذا كله بيرجع الضرر اللي عنا نحن على الإنسان. صياد السمك مثلا بيكون عم بتصيد شباك اللي بتعلق معه بالماي، الزبال اللي نحن عم نكبه بالماي، كل هذا شيء له تأثير ديركت علينا وعلى الثروة السمكية. شبك اللي بضل البحر هذا اوتوماتيك ما بيخلي السمك يعلق بقلبه، هذا سمك معلق لأنه الشبكة معلقة، ما حدا رح يشيلها. سمكة عم بتموت بقلبها، سمكة بس تموت بقلبها بدها تجيب حياة تانية، بجيب سلطعون أو شيء تاني يجي يأكل. هذا السلطعون بس يجي هو كمان رح يعلق، بس يعلق سمكة تانية رح تيجي تاكله السلطعون المعلق يلي عم يجرب يفلت حاله. هذا بيعمل تريجر عند السمكة لتيجي تاكله، رح تيجي تاكله هو معلق بالشبك، رح ترجع هي تعلق. الشن دايما شغالة بالبقال. ليه بيصير في هالشباك اللي بتبقى بالبحر؟ لأنه الصياد بيمد هالشبك بيعلق بالصخرة بيخزقه، بيضطر يخزقه، بيضل شقفة منه معلقة، أو بيكبه مع البحر القوي بيروح من محله، أو بيخلص بالطفافات طبول اللي معلمين وين الشبك بينقطشه أو حدا نطش له هون، بيصير كتير على الشبان الصياد. شو حلتها هيدي؟ حلتها إنه تنظيف دائم للشط البحري، يعني اذا من عمل اكسكرسيونات كتير نظيفة للتنظيف كرمال ينشالوا الجوست نتس مثل ما بيسمون، تحت يضل البحر بطريقه ما سليم. فبقى وعنا زبالة الكاس النيلون اللي زلاحف فينا عم بتعاني عم تتكلم عم تختنق، عنا الماي التلوث اللي عم يزل على البحر، هذا الشيء كمان عم بيأثر على الحياة البحرية، وهذا اون كود بارتي بيأثر كمان على الانسان. So, المشروع هو انه ينعمل انتيود جلوبال عن كميه الزبال اللي عم تنزل على المي، وتنحد هالكميه تتوقف بقى، لانه البحر بيقدر ينظف حاله، الطبيعه بتقدر ترجع توقف حالها، بس اذا نحن ما ساعدناها ما رح نقدر نسرد اللي خسرناه. من بعدها الاكسيون بتنعمل على اللونج تيرم اكشن وورلد وايد، بتنعمل كمان هذه الشغله كرمال نقدر نعمل امباكت جديد على البحر، نقدر نحمي البحر. بذكر انه البحر بيعطي كميه اكسجين اكثر من حي لشيء على الارض، اكثر من الشجر، اكثر من حي لشيء ثاني. فبقى الهواء اللي عم نتنفسه عم بيجي دايركت من البحر، نحن اذا زينا البحر نحن ما راح يكون عندنا اكسجين بقى نقدر نتنفس. فبقى لازم ينعمل ان اكشن هلا سريعه تحت نقدر نعمل شيء تنغير هالتدهور البيئي اللي عم يصير عندنا. نعم، خلينا نشوف فيديو ونرجع okay. نعلق. وين المصور الفيديو؟ هيدي بخليجوني، هيدي زلحفة ميتة ما صار لها زمان بين ميتة، لأنه بعض الأورغان تبول على إيديها أو إجريها عم بتحركوا بطريقة بعد ما جمدت فهد مرة، سو هي ما صار لها زمان. في كتير أوقات أنا لحقت قدرنا نساعدنا وخلصنا الزلحفة. هون ميتت من شو؟ بلع كيس نايلون أكيد، لأنه بالقلب هي على ظهرها. سو لأنه وقت البرامطة طلعت الكركاس تبولها والظهر تبولها ما بهم شيء، مش مضروبين ولا راسها، يعني شيء بدو ضربها أو شيء، أكيد بلع شيء واختنقت فيه. فبقى هيدي ون أوف ذا إكزامبلز يعني، وهيدي بقلب خليجوني. والفيديو الثاني اللي حشوفه هلا بزيت المطرح وبزيت النهار تصور، ما بعتقد وصل تاني فيديو. يلا هلا بيصير جاهز ونرجع بنشوفه.
يعني اوقات اشياء بسيطه بنفكر انه واحد كب كيسنايلون ايه ماشي الحال كبينا كيسنايلون بالبحر قد ايه ضرره بيكون كبير وقد ايه بيقتل يعني مخلوقات بكل بساطه. مش هيك هذا الكيس نايلون اللي هو هلا كبه من دون ما يفكر او طار على الباتو تبعه او شو ما كان السبب لانه وصل هالكيس على المي، هذا عنده امباك ديركت على الحياه دغري ديركت اوتوماتيكمان. اذا مرق زلحف من هون بتضيع بينه وبين انديل، اذا سمك مارق فات بقلبه بيعلي، لانه تصور فيديوهات عده لهالشيء. وبالنهايه هذا بده ملايين السنين ليتحلل وما بيتحلل، يعني بيصير ميكرو بلاستيك، وميكرو بلاستيك بفوت بالسمك ورجع بينتقل لنا، يعني القصه اكبر من هيك. خلينا نشوف الفيديو الثاني. تفضل ماركوس. اوكي هذا ثاني فيديو. هون بنشوف السمكه المعلقه بالشبك بعدها وتخزق الشبك تبعولها وهي فاشت لانه بلش ديتيريوراسيون تبعولها تصير، سو بتعبي غاز بتفوش على وجه المي. ف ذيس از ون اوف ذا اكزامبلز. هيدي بنهار واحد، بس تفرجيكم انه بنهار واحد بنفس المطرح تشوفوا الامباكت انه كثير كبير اكثر اذا بهالمطرح وقد محصورين مبين هالشغلتين معنا. نعم. الدول يلي بتهتم بالبيئه كيف حلت مشاكل تلوث بحرها؟ يعني كيف اشتغلت بكل مصدر للتلوث؟ شو كانت حالته؟ هلا هي البلاد اللي اشتغلت على المناطق تبعولها، رح نقول قدرت تشتغل على المناطق تبعولها تحل مشكلتها، بس المشكله انه المي اللي عندها اياها مش جاي بس من عندها، يعني البحر منه مسكر لها، البحر مبروم، يعني اذا جاره بكب زباله هو رح يتاثر. نحن بنتاثر بزبالتنا، بس بيتاثر اكثر بزبالتنا هي سوريا. نحن بحرنا من جنوب نضيف لانه فلسطين حدنا، عندهم طريقه بيئيه كثير منظمه، سو ميتهم عم تيجي لعنا، مشان هيك ميت نقوره وميت جنوب كثير نظيفه، ميتهم نظيفه عم تيجي لعنا لانه هن بيئيا كثير عم بيشتغلوا على هذا الشيء، عم بخلوا بحرنا يكون نظيف بالسود. من صيدا وطلوع نحن عم ناخذ المي لبيروت لبترون، عم نظبط مناطق بترون وشمال عم بيزمطوا لانه عم بفوت علينا مي نظيفه من برا اكثر من انه بيروت محصوره، جنونه محصوره بالمي. هالمي اللي عم بتضل هي عم تخلي هالوسخ عنا، بس هالمي كلها اليوم هالكيس اللي احنا مكبينه هون بعد يومين ثلاثه بيكون بسوريا، نحن عم نستقبل المي اللي جايه من ميله فلسطين، عم ناخذ مي نظيفه، هذا شيء كثير منيح لنا، هذا الافونتاج الوحيد. سو ولا بلد بيقدر يحصر زبالته او منطقته بنظافته الا ما يكون عنده اكشن كونتينيو، يعني كل يوم عم ينظف، كل يوم عم يشتغل هذا الشيء، ونحن انفورشنتلي مش عم نعمل هذا الشيء. في منظمات بتعاقب الدول على تلويث المياه، يعني بنسمع انه قبرص تشكت على لبنان الى ما ايه بالكونفنسيون جنيف يلي لبنان ماضيه. نحن من الميتراني محميه ونحن ماضيين الكونفنسيون تنحمي تلوث، مشان هيك بحق له يتشكوا علينا، لان بالكونفنسيون نحن ماضيين انه نحن رح نحمي. سو حال بلد بيقدر يتشك علينا، بس قديش عم تتابع الامور، قديش عندهم بروف بالبابل، يعني اثباتات انه يقدروا يتشكوا علينا، هذا بصير كثير كونتراديكتوار، يعني ما بيعود كثير معروف تيقدروا يطبقوا القانون علينا على ديركتومون. هذا حظنا، بس اذا بيعملوا شغل مضبوط بيقدروا يعملوا قانون، وهذا الشيء لازم نحن نبلش ننتبه على هذا الشيء، لانه معايبات كثير كبيره بتجي على لبنان، يعني ولبنان وضع هلا ما راح يقدر يقوم منه اذا اجت علينا العقوبات مع كل المصايب اللي احنا فيها دجا. يعني طيب اليوم الاكبر ملوث للبحر المتوسط شو هو؟ شو مصدره؟ زباله اكبر ملوث، يعني زباله اذا بتنحط نفايات العضو، عم نحكي عن نفايات العضو الصلبه، النفايات الصلبه هي اكثر شيء، لان اول شيء اللي بتبين على العين مية المجرور بيودجرادب بالاجمال 70%، عندك 30% منها وجافيل برودوي نتواياج، هذول الاشياء اللي بيأثروا اكثر، بس عندك 70% منها بيودجرادب، يعني اكيد ما لازم نسبح بالمجرور، بس بده يغيب بالمي، يعني بيروح بكتيريا المان بالمي، فبقى هن اكثر شيء زباله اللي بتضل فاشل، المي والبلاستيك، الانان المي والبلاستيك وكل شيء عم ينكب بالبحر. هيدي هي صاحب الضرر الاساسي على هذا اساسي. نعم. وهلا نحن الاكسيون اللي عم بتصير هلا، نحن عاملين مع سويم انيشيتيف عم نعمل بين ميلانج، بين نتواياج، بين تنظيف شطوط وبين سباحه كاتلات، لنقدر نجمع بين الرياضه اللي هي نحن بنعملها بالبحر وبين تنظيف شطوط وخلي بحرنا نظيف. فعم نعمل منطقه بمنطقه كل ويك اند،
هديك جمعة كنا بالناقورة، عملنا الناقورة وعملنا صور. هالجمعة رح نعمل مناطق صيدا نهار السبت نهار الأحد، رح ننظف رح نسبح بزيت البحر تنفرج العالم إنه البحر مش بس محل نكبس بلدنا فيه، بدنا ننظفه أول شيء نخليه نضيف ونسبح فيه بزيت الوقت. سو عم نعمل هالخليط. كيف تصير عملية التنظيف يعني، وشو هو عملية التنظيف المثالية لهالأنواع من النفايات؟ أول شغلة الواحد بيكون بس بده يجي يكون بيكون يعرف أو شيء خطورات للمناطق اللي عم ينظف فيها، يعني بيكون في ناس كابين إبر زيز أشياء لازم واحد يتصرف مع النفايات بطريقة سليمة، يكون لابس كفوف ما يجرب قد ما فيه ما يلم بإيديه، بعدين يتنظم زبالة من الأشياء الخطرة والأشياء مش خطرة، من الريسيكلاج من مش ريسيكلاج، تحت نقدر نبعت قد ما فينا النفايات على الريسيكلاج قد ما فينا النفايات نقدر نرجع نكبها ما ترجع على البحر. هذا أهم شيء، بس إنه هيدي الطريقة اللي لازم نتصرف فيها. هيدا بالنسبة إذا بدك للتنظيف اليدوي. عمليا لبنان لشو بحاجة لحتى يكون عنده بحر نظيف أو على القليل شط نظيف من النفايات الصلبة؟ أول شغلة أول باز لهذا الشيء لازم نعمل ريسيكلاج، ريسايكلينج فروم سورس، يعني ريسيكلاج نبلش من البيت. هيدا أول مبدأ لازم نعمل، هي أسرع طريقة وأهين طريقة لنقدر نخلص من الأزمة. هذا ما في غير حل حاليا. بعدين يعني الفرز من المصدر، فرز من المصدر. فبقى الفرز من المصدر هو اللي بيخلصنا من كل مصيبه. يعني كل لبناني بده يحط من نيته للبلد، بس ما بعتقد في لبنانيه عباله بتقول انه البلد محترق دينه وانا هلا بدي اقعد شيل قنينه. انه كل شخص بيقدر ياثر، انني عن جد مش عم بمزح، اذا بتبلش من حالك كل حاله بتلحقك بتصير انت تقدر تكون امباكت بوزيتيف، يعني عندك هل 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 هالطريقه هتأثير. ايه تقدر تغير العالم، تقدر هيدا. فبقى انا بعتبر انه كل انسان لازم يبلش من حاله، اذا بحب بلده لازم يبلش من حاله ليقدر يساعد البلد. نعم. مارك في شيء بتحب تضيفه بيختم الحلقه؟ لا ما في شيء، كله تمام. احنا بدنا نشكرك وان شاء الله تضل كل هالمبادرات معك ومع كل الناس اللي عم تشتغل لبحر انظف في لبنان. اهلا وسهلا. مسيكم. نحن رح نتابع حلقتنا مع سبوتلايت ورانا اسطيح بعد البريك.